لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا حبيب قلبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا لتبييض وتفتيح البشرة. مكون معانا الاساسي النهاردة هو مكون واحد فقط. ايه هو المكون اللي انا هستخدمه معايا النهاردة؟ يلا خليكي مع جيجي وشوفي ايه هو المكون اللي هنعمل بيه الوصفة بتاعتنا. يلا بس. المكون اللي انا هستخدمه معاكم النهاردة يا بنات للوصفة بتاعتنا هو القلقاس. انا مش عارفة اسمه ايه في بعض الدول التانية، ياريت اللي يعرف يقول لنا. وده شكل القلقاس طبعا، اهو ده شكل القلقاس. طيب انا هستخدم القلقاس ده ازاي؟ هنستخدمه زي ما انا هقول النهاردة. احنا هنستخدم القلقاس بطريقتين، طريقة بالقشور بتاعته وطريقة بالقلقاس نفسه. طيب بالنسبة للقلقاس نفسه هنقول ازاي هنستخدم الوصفة دي. هتقشري الجزئية من القلقاسة اللي انت هتبشريها، لان احنا هنبشرها في المبشرة بتاعتنا. ومش عايزاك تقشريها كلها، ليه؟ عشان اما انت بتمسكيها ما تتزحلقش منك وتعرفي تتحكمي فيها. هنبشر الجزئية دي كده، هتقشري يعني عبارة عن قطعة صغننة هتقشريها وهتبشريها في المبشرة بتاعتك علشان تحصلي على الشكل ده. القلقاس يا بنات بعد ما بشرته في المبشرة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، اهو انا بشرته في المبشرة وبشرت جزئية منه صغننة. طيب انا هحتاج ايه معايا على القلقاس ده؟ اهو هحتاج معايا معلقتين من عسل النحل على معلقتين من القلقاس، معلقتين من عسل النحل على معلقتين من مبشور القلقاس. انا معايا هنا عسل نحل طبعا لازم يكون اصلي. عايزه اقول لك ان القلقاس غني بفيتامين ألف وفيتامين جيم، وبيمد الجسم بالمعادن زي الحديد والمغنيسيوم، ومفيد جدا جدا يا بنات للبشره. هنضيف معلقتين من عسل النحل على معلقتين من مبشور القلقاس، وهنبدأ نقلبهم كده بالشكل ده. طبعا عسل النحل كمان مفيد جدا للبشرة وعملنا بيه وصفات كتير جدا. ادي الوصفة بتاعتي يا بنات بقت جاهزة ان انا هستخدمها. طب هستخدمها ازاي؟ هنغسل طبعا بشرتنا كويس جدا بالماء الدافئ عشان نفتح المسام الموجودة في البشرة، والبشرة بتاعتنا تستفاد بالماسك بتاعنا اللي احنا هنعمله ده. طيب بعد ما نغسل بشرتنا هنضيف الماسك ده على بشرتنا وهنبدأ نفرده على البشرة ونسيبه لا يقل عن نص ساعة. كرري الوصفة ديت كل يوم يا بنات لمدة اسبوعين، هتشوفي جمال وبياض بشرتك ان شاء الله. ده بالنسبة لاول وصفة بالقلقاس. الوصفة التانية بقى بقشور القلقاس. طيب قشور القلقاس انا هستفاد بيها ازاي؟ هنا انا معايا قشرة من قشور القلقاس بعد ما قشرته. طيب انا هستفاد بيها ازاي؟ بعد ما تقشري القلقاس طبعا بيبقى فيه مادة لزجة في مكان القشر كده، المادة اللزجة البيضة دي يا بنات مفيدة جدا جدا للبشرة. لو انت خدتي قطعة القلقاس كده ودعكتي بيها بشرتك او ايديكي هتجيب معاكي نتيجة ان شاء الله ممتازة، وهتعمل لك تفتيح وتبييض للبشرة. المادة اللزجة دي مفيدة جدا لانها بتبقى غنية بمعادن وحديد ومغنيسيوم وفيتامين الف وفيتامين جيم. ان شاء الله تفيدكم وبتعمل تبييض وتفتيح للبشرة. حبيب قلبي دول كانوا وصفتين سهلين جدا ومكوناتهم بسيطة. ان شاء الله تعملوهم وتستفادوا بيهم. برضو عايزة اقولك انك ممكن تاخدي معلقة من عسل النحل وهتدهني بيها كده القشور بتاعة القلقاس، وهتدعكي بيها برضو بشرتك. يعني لو انت عايزة تضيفي عليها العسل، لو العسل مش متوفر ممكن تدعكي زي ما هي كده. المادة اللي الموجودة فيها مفيدة جدا جدا للتفتيح وتبييض البشرة او منطقة الرقبة او الايد. ان شاء الله وصفات سهلة وبسيطة، اتمنى انها تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو على فيسبوك جوجل بلاس واتساب، واستنوني ان شاء الله فيديو جديد مع جيجي كل حياتي، وتنسوش لايكات كتير لجيجي.
لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.